بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك واكي كنتن يلبات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وعين قسوة الرباب كأها إن لكرامي لقدري علماء ذاتك الدأداء يوضتك ميقانك يمقع عليه laga hormariyay qeyr kood lana muujiyo sharaftooda iyo meeqaanka ay leeyihiin oo lagu xad gudbin baan ku soo jiray waana bi yahya wa qila bi muhammad sahl ibn abi hasmat al ansari bi fath al ha'il muhmala hada an dibada lahayn lo kor dhobo wa iskani ta asa sadana la reebo al musallatha sadah dibood leh al ansari radiyallahu ta'ala anhu qaal sahabiga wuxuu yiri intalaqa abdullah ibn sahl ba tagay عبد الله بن السهل بن زيد بن عامر بن عمرو أيا تجي ومحيسة ابن مسعود عبد الله بن السهل يوحى إسراعينك اللي إذا محيسة بن مسعود أصونا ابن كعب ابن عامر ابن عمرو عامر كاسس كوي مادن حقي آذن إلى خيبر خيبر بآذن وهي يومئذ أيضا مالك خيبر أيتها صلح نشيس هي النبض يا وامام بكشرتي ورحمرتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يهود مشهد جنيد فتفرقا ويكلتجين عبد الله بن سهل إيو محيسا كلتجي ونول بدنتي أكلها خيبر أيو رقاقي فأتى محيسة يمد إلى عبد الله بن سهل بويمد ماشو تشوري سواء ذي أم دل يمد وهو يتشحط وسو كقل قلنية في دمه ديكي سقتيلا للدلينة مركب الدنيه الزور ما يستي ayuu xaq abdullahi soo aaday riwaayadka qarkeedna qayla qaylu maqlaysaas u soo laabto waa lagu qayliyayba faata muhayisatu muhayisa yimid oo soo aaday ila abdullahi ibn sahal ibn zayd ibn amir ibn amr wa huwa yatashahhatu asoo ku galma galmaysanay ama ku galgalay ruuxa marka neefka la gowraco ama ruuxa la dilay marka ay naftu ka socoto xaggana uu rafanay ayaa tashahhudka la yidhaahdaa fi damihi qatilan dhiiggiisa isagoo la dilay ba ku galgalay fadafana waa xabaalay wariyaad dilay ninkii buu yidhi waa labada inkiray markuu waa xabaalay ninkii ilmadeerka ahaayee uma qadima wuxuu soo galay cabdullaahi cafwan muxayisa wuxuu soo galay almadiinata madiinuu yimid fantalaqa cabduraxmaan ibni sahal cabduraxmaan ibni sahal waa cabdullaahi walaalkii oo nin daayara marka ayada ah iyo muxayisatu ayaa aaday iyo xuwayisa oo ibna mascuudin xuwayisa هي محيسة ولبن ولا إمام مسعودة ابن كعب ابن عامر ابن عمر عبد الله بن سهل لوا ابن زيد ابن عامر ابن عمر إذا لبدا ويل يا عبد الرحمن سهل بإسراعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن وحوضوني يتكلم إنه هل الله أسوه هذا الكب اللابه ما دام أنك الذي ولالك هي مق إيا مولحبا أسوه لي هي عفس إيا مقضاشنا أسوه مسؤول كي هي نمان كان المعذير يهين ويصدح حالك شغل كله هاي فقال وحول صوبانه كبر كبر وينه وينه هذا الكنينك وين أداه وذيرت هاي المعذير هذا الكنينك أداه وهو عبد الرحمن أحدث القوم طول كنينك أدا يربوها فسكت عبد الرحمن وآمس فتكلم حويسة يا محيسة هاللي محيسنا وانينك قوب جوغ ها اميش عبد الله اللي قد ليه بتشوغي حويسنا دي نكو كوين وانين كلا ولالكي فتكلم واه اللين وواي دعوه وحنا بقى اللو عبد الله نساء والد لي يهود بان ادي شيء خيبرنا يهود بان شوكتا وحنا قد حيينا وذوقتي على وذو نور حيسي هذا ومرك ولالك يديك سبا ربنا هالكاسو يسو استاقي فقال سبحانه وحر صلى الله عليه وسلم أتحلفون مدارا نيسان وتستحقون ممضا نيسان قاتلكم كيد دلي كنت دار مد من مريسان كوح يهود أو تونسنتين أما كوح نمشي كرد قاقضي أما نمن سانسان يهراد إيدين كبا حينتاد فرتكم مدان كنت دار مد من مريسان كدب نادتك أتونتين كنت دار مد كمرتين لا إيدين قصاص أتحلفون 50 يمينوي كنت دار مد من مريسان وتستحقون من مضان إنسان أد مضطن قاتلكم كيد دلي والكين دلي وذكر تمام الحديث حديث كنتي سي لما نيد بو شيغي صحابي يعني حديث كده قرن يسوي حد النبي قال له
seen ugu dhaaranaynaa bay yidhaahdeen waxaana goobjoog ahay dad aanan arkayn cabdullaahi markay dilayeen kuma dhaaran karo de dhaarbeen ma mari karo nabi allow markuu nabigu wuxuu haday idin ku dhaaranaynin haddaba yuhuud baa idin dhaaran oo konton dhaarmad idin mari fatubrikum yuhuud yuhuud baa idin dhaaran inaysan dhiigga qabin cabdullaahina aysan dilin dhaaranaysa waxay nabi allow waa saxe laakiin yuhuud waa qolyo gaalee gala dhaarta seen u qabsanayna seen u qabsan amaanu ugu kalsoonaan biaymaani qowmin kufaar bay yidhaahdeen qolyo gaalaa dhaartood oo ilaahay baa ku kufriyey oo kitaabka rabbigay gooyey oo adigaba ku dafiray diin aan ogolayn dhaartood see nabi alla u yeelayna hadday dhaarta aad diideen makhraatiyaalla aydan haynin in laydan dhaartana aad diideen maxaad rabtan haddii haddana u dhigi walaalka naga rabnaa bay soo istaag waa warku intaad idan markuu arkay inaysan dhaarna ogayn iyagu yuhuudna ay ka shikisan dhaartada ay diideen wayna ku garlayna ushaayada inay tuhmaan ah ayuu nabigu sal alay wasalam magti siiyey geeli zakada ahaa ee muslimiintu soo ururiyeen ayuu boqol halaad ka siiyey magti ka bixiyey nabigu wuxuu kooday ruux muslima dhiiggiisa inuu hadar noqdo oo bilaash laga soo qaado muttafaqun calayhi وقول صلى الله عليه وسلم نبي يقول كبر كبر معناه وحاوي يتكلم الأكبر يتكلم الأكبر نينك وين ها الله نبي وكودا عليه الصلاة والسلام إذن محل شاهدك حديثك أكاس الشيخ وحاوي نينك وين وإن لما موسو لكرامي هذا الكلود دايو لغو حرمي لغو قدري أن لا أستبوبين أن لغو هردعين إذن وحان سووني توقير توقير إذن هذا الكنينك وين بلغو كرامينيا haddii rumay wax la qaybsanaya ninka weyn baa lagu karaameynaya howlo badan baa ninka weyn la rabaa in lagu karaameeyo meelo unaan gooni oon loo ogoyno cadaaladu wax lagu dhiso oon ixsaan iyo qadarin ka jirin sida maxkamadahoo kale markay nin yar iyo waxaa kuu soo dooday nin weyn ninka weyn baa halkas kaa ma soconaysa marka iyada yaa mudacay yaa mudacaalihin bay noqonaysa yaa sheeganaya yaa lagu sheeganaya ka yarka hadduu sheeganaya sagaad halka lagu bilaabi yacni meelo khaasaa jira xuduudda iyo qadaayaadka xukmiga iyo way ka duwan yihiin laakiin waxaa laga hadlayaa wixii qadarin iyo mudnaan leh ninka weyn baa lagu horumaraya idan kabir kabir weliba waxaa ku jira nimanka nabigu hadalka uu siinayo dhiigga ma laha ninka dhaxalkiisana ma laha nimanku waa ilmo adeer kura weeye muxayiisa iyo xuwayiisa waa ilmo mascuud mascuudna waa ina kacab kacabna waa ina caamir odayga caamir ay nimanku isugu yimaadaan meesha cabdullaahi ibnu sahal ibnu zayd ibnu caamir wey cabdullaahi iyo marka nimankaani maxay isu yihiin ilmaayar labaad wey ilmaayar labaad wey marka dhaxalka xataa shuqul kumay laha haddii la dhaaranayo dhaarta dhaarmeydka waxaa dhaarta dhaxlaagaa dhaarta waaridka dhaaranaya dhaarmeydna ma aysan soo galeen dhaxal iyo mag iyo diyana ma aysan qaateen wmaca dalika nabi wuxuu yihi ha lagu xurmeeyo xaajada ka hadalkeeda iyo caddaynteeda iyo fasiriddeeda iyo faahfaahinteeda maadaama muxayisana uu goobjoog ahaa xuwayisana cabdiraxmaan uu kaa weyn yahay u daa hadalka markay hawsha sharxaan kadib wixii aad u aadmoontahay markaa waad yeelan doontahay marka qadarinta uu nabigu qadarinayo da'da iyo ayniga ayaa meesha ku jira wacan jaabir cabdillahi radia allahu tacaala canhu ana nabiy sal wasalam kaana yajmacu nabigu wuxuu kulmin jiro isugu geyn jiray bayna rajulayni laba nin buu kulmin jiray oo min qatla uxud ay min shuhadaai uxud uxud raggii lagu laayay ah kaana yajmacu nabigu wuxuu kafanka iyo dharka iyo qabriga iyo luxudkaba ku kulmin jiray bayna rajulayn intii nin walba gooni loo kafno ayaa maro weyn lagu asturaaya haddii la kala kafno qabrigaa la wada gelinaya kaana yajmacu bayna arrajulayn laba nin buu nabigu kulmin jiray isu keeni jiray oo min qatla uxudin uxud dadkii lagu dilay ah yacnii fi lqabri buu ku kulmin jiray qabriga gudihiisa xabaash iyo wada gelin jiray uma yaquul wuxuuna odhan jiray uma yaquul intaa kadib wuxuu odhan jiray ayuhumaa aktharu akhdan lilqur'aan ayuhumaa koodeyba labada nin isu keenteen ee meesha wada yaalle ansaaridii ama shuhaadadii kaleba ahaa aktharu akhdan yaa qaadasho badnaa oo ku dhaqan badnaa lilqur'aani qur'aanka labadaa ninkee qur'aanka yaqaanay ninkee ku dhaqmi jiray ninkee ahlu qur'aan ahaa faidaa ushiira lahu ay ilayhi nabiga markii loogu farfiiqo ama loo midaaro loogu ishaaro ilaa axadihima midkood la yidhah kana nabi allow qur'aan badnaa ama qur'aan akhris ku fiicnaa ama dhaqankiisa ku fiicnaa qadamahu waa ku horumarin jiray fi lixdi iilka
ayuu ka hormarin jiray, asagoo horay geyn jiray, ka dambena waa daba dhigi jiray. Rawaahu Bukhaari. Bukhaari ayaa xadiidka wariyay. Tirmidhi waxaad ku martay inay ansaarba codsadeen oo dhe nabi allow ee dhib badan baa na gaadhay, shuhaaduna waa badan yihiin, tabaraan marka xabaalo kala duwan ku qodnana ma lihin, marka maxaan samaynaa? Nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, qabriga dheereeya, xabaasha dheereeya, saddex iyo labaoo ku wada xabaala kudala. Markii go'aanka nabigu uu siiyo kadibna oran jiray, haddaba haddii qabri la wada gelinayo waa in markaasi la ogaada say u kala fadi badan yihiin. Idan culummada iyo dadka ahlu qur'aanka in mundaan gooni ay kaliyin xataa geerida kadib fil xayaa iskada intay noolaayeen iska daayay, markay shahiideen ay tii alla ku timid ay xijaabteen baa nabigu qadarinayaa qur'aankii iyo cilmigii iyo diintay xambaarsanaayeen, oo iilkii baa lagu hormarinaya, iilkii baa lagu hormarinaya. Waasila sidaa samayn jiray xilligiisa ay dhaceen, shuhaado badanna ay dhaceen xilluu amiir ahaa, ee daacuun badanna muslimiinta uu layo la baaba'ay, yaa rag iyo dumarba waa la leeday, xabaashi baa qaada weyday, rag iyo dumarkiba wada xabaali jiro, qabri wada gelin jiray, haweenaya ninba qabri iskugu geynaya, markaasuu ninka horay marinaya, haweenada gadaal geynaya, teed derbi oo carana u dhexaysiinaya, cara teed uu samaynaya, dhexdeeda ku samaynaya, ninkana horuu geynaya haweenada halka, haddana saasuu ku wada jiray. Marka haddii duruuf ku qabsato wax badan baa imanaya. Taas marka raggu waa laga hormarinaya dumarka, caalimka iyo ninka qur'aanka yaqaana kheyrkii waa ka hormaraya. Marka mudnaantu iyo qadarintu kuma xidhno u noloshee, xataa geeridu way soconaysaa. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرس بنو أراني وحاني أركي أراني قل يا ألف همزة قدو وأنا خطأ سيدة صوابك وأراني من الرؤية من الرؤية وأن نقل صومر أراني هدل أظن بين قونيس أظن ما هذا وحل الرب همزة دل قدو معنا أحسبي أظن بين قوتا هنا أراني ومن الرؤية أراني في المنام منام بان اسكو اركي بنفسه فاعل كي مفعول كي واسلا صوبنا عليه الصلاه والسلام واخصائصت افعال قلوب كي كمت هاي مدانو كالي اراني وحان اس اركي بنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ري غدهيد اتسوق انا رميانيا بسواك عضي الكه مرسنيا فجاءني رجلان لبن نبا ايمد احدهما مدكود اكبر وكوي حق الداد اينغا من الاخريك كالي فناولت السواك رميغي وحان اديبن لا لاعيون سيي الاصغر كي يرى فقيل لي وحال لا يغو يري كبر كبر روايه وحديث خارج كيسا وهي كنت من جبريل با يغو يري جبريل هيا يري فقيل لي وحال لا يغو يري كبر وين النبي الله بمعنى رميغي نينكا وين سي نينكا وين كبلو فدفعت رميغي اما عضيغي وحان اديبي الى الاكبر كي وينا منهما من الرجلين رواه مسلم مسندا مسلم باوري أصوغ مسند يعني متصلة سند كسوحر يرو والبخاري باوري تعليقا مجزوما بصيغة جزم بخاري أصوغ معلقة وسند كيسو قيبته ركتك أي أيو وريوي إذن ومن آداب الإسلام ترتيب كان أصوغ إنك وين لقدرين أصوغ وحول بالغب الله ويعلن حيليه وإنت أنضتك أي نو البوسكس أصغدا هذا وما لم يترتب القوم في المجلس هدي فدي لقاتو نول بميل فريستو وينو فدينا نلو يمادو وحنا لو ديبو وحاوي نينكا وين لا اورن ما هي ميدغتي كسوونيس مركا تقديم الايمن فالايمن باب اللابني لكن مركا دادي ايني وخ لا فيرنيا مركا وخ لا سو ديبي وخ لا سيني وا انتان نول ببوسكي سو سن فريسني ان لا كلا ترتيبين ددكي بدليل وكنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الله كان يسوع نرمينا ونمدك تكفر ديو أبو بكر الصديق وويل كي إسلام كان النبي قبل كوينا أنا ومدك بيدح لكفر دي ليلك عانا النبي يوسي عليه الصلاة والسلام نك رميجا لأن مدك تيسوف فدي أي علم أهان يد أهان بقوا لا كوينا يا كوينا أبو بكر الصديق لكن مدك تومر يسوع لأن عنده وام حي وا ترتب القوم في المجالس والمقاعد دي فديها لك لفديو نينك وحلقا بالله أي وحلا سيي ميديك تيسي هو شو كسو عنيس لكن هذا حقه لي هذا هاي مركو ريض وحوا الضبا انت درق سيدا إشو أمريسو وضيق قد أوين إنا تكبر له وضيق وحي كدن بيان حقي كسو عنيس ميديك تيسو عنيس بالله بداية هوري
waxaad xurmayn kartaa ninkii caalimka baad ka bilaabi kartaa, odayga baad ka bilaabi kartaa, adoo hawsha qiimeynaya. Laakiin bacdamaa ay bilaabatay midig bay u soconaysa. Marka isma diidayaan axaadiisu qaabkaas ayay u kala soconaya. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال تقديم كاس هذا اكبر كلا قدرني ميل بدن بو غليا ميل بدن بو غليا صدرت اي نيكا كاير اديركا داهان وكاير يحي لكن صبهان بو اديركا يا ود حرمينيس والدان بو حرميني هوينك ود قبطو سلامته ايو مدنانته هدي اد وخ قيبينيس اما اد سلام اسامات بوقنيس توين باد كبلابي. ولذلك عليه الصلاة والسلام مركو صفر كي ما دام او هوينكي سمر يا ام السلام وكب الله بشيء اذا اقوى ويني عائشه ودمين جرتي. ما هي الايادة اقوى يا ري. ما رب ضم بها وشو قلي سماها ونقرشها بس. لكن مركع عروح لو قايبين يا رهاشيني وحلا قايبين يا بسكوت يا حلوي وحمع النبي كؤير بكب الله بشري. كؤير بكب الله بكد من حقوق ضمين يا كؤوين محاشره. كيروع عقب اللين يا. ما سوق كره انا قاعد سي يا بق 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 هو شو دمبو خربيا ما صبر كره وائل معرورة وحن لقيبني حتى دو خراري وحمودي يا وح هذه هذا في عنا عجب قبوا بلا كد عظيم مرك وحي نوع عاصو تحفظه كلاها ايه عرق لان يلا الله قيبنا يا كأوير بقنا بك بالله بتش مرك عاصو كله وايس لا وايس كأيني كأوير وصبر ير قولي تا مرك مرنا حاجة نحريس تلا فيرنا يا مرنا حاجة قدرين تيم ميقان كله إيجيا kolba meesha taaganta iyo maqamka taaganta wax ku qiimeeyays baashu saddex bood ma aha. Wa ana Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qaal qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala inna min ijlalillahi ta'ala ilahi waynintisa waxa kamida inna min ijlalillahi ta'ala inna min ta'dhimillah inna min i'dhamillah ilahi waynintisa waxa kamida alla la weyneeyay ikraamadi shaybati al-muslim qofka muslimka i'rada law la karaamayo la maamuso waa muslim xaqna waa weel cirro ku taalo idan in la karaamayo asaga oo la qadariyo la maamuso waxay ka mid tahay ilaahay ku abuurad weynaysay allee ku abuurad weynaysay oo qadarisay oo kale ka mid tahay inna min ijlaali illahi subhanahu wa ta'ala wa adumihi ilaahi wa rabbi ja'ala wa weel diinta ku cirroobay muslim ah idan qadarintiisu islaamnimadiisa ciradiisa da'diisa ayaad ku qadarinaysaa marka inaad alla qadarisaa bay ka dhigantahay إكرام ذي الشيبة المسلم قفك مسلم كا إلى عرض على الله كرامي ولا ما مصول قدري ولا حرمي وحكمته الله ولا حرمي وحامل القرآن وإكرام حامل القرآن قرآن كان إنك حمبارسا وأصوم ولا كرامي وحكمته هاي الله ولا كرامي وحكاد إنت إله ولا قدري حامل القرآن مفكوا سواء نجس صوم مرة عند السلف والعالم بكتاب الله العامل به نين كتابك إله يقان حقنا كردق ما هي أي حامل القرآن عند سلف لو يقان نين كقرآن كي يقان نين كردق منا سلف خطيب بيد هذا خطيب بيد لما بيد هذا تحامل بيد هذا نين كدد كواني أسوق واندي سي علمي سان كردق من خطباء يقان فرق بين القراء وحملة القرآن وبين الخطباء ويكل دوين وإكرام وإكرام حامل القرآن القرآن كان إنك حمبار سن الله كرامينا وإلهي كرامين تيسي وينين تيسي حامل القرآن كي غير الغالي في أن كحد قد بينين وعشرت حامل القرآن كرامين تيسو آيتي كرامة إلهي يقدر انت لأيتي إنو يهي مدى القرآن كحد قد بين الغالي في كرقان كيسي أخرين تيسي توستوسين تيسي أديهي سي تجويد كيسي حروف تي مخارج تيسي من أن كحد قد بينين انتم علم ويقلين حاجه كرقنك اخرين تيزا مثلا ما البوضه ما مثلا قران ما والبا يقول لي لو قربان رمين سجوكتا ومخالفه للسنه عند جمهور اهل العلم ومخالفه للسنه قران كترتيب لو تلقى لي تدبر كيس اذا والدريري ما بتدبره ما دوح معانيه سي وحبا كما استنباط احكام كلام وغالي فيه إلا واتكل حتى طريقة دي واتكل حتى أن كو حد قد بين تجويد كي زي أديه زي قراءة دي بات كو حد قد بين زي دبري أن دم عصري أن دم بي أدو صوب بطانيس ويقروا على قرر هنا ويكسي الدريسة وليما صاري ورو كو أفيسنا دات كورن بابا قدات وأهلي سوي قران كوين لغب حين أداب تي سي أخلاق إنسان لغب حين قواعد سي قوانين إنسان لغب حين غير الغالي في أن كو حد قد بين والجافي عنه حقنا أن قران كقوين ما بآخرين هيضا كمر رقم هيو سلاتولي لكم التوكان يا مالك ما دريرين ما استنباط يا حكى ما صوب بحاي وكف قاديبه
قراءة تلاوة عملا استنباطا تدبرا منه وما هي انت لو بهنا نين كحد قدبي وان ترى رأيه يمنا وحبا لقى هينين انو قرآن كون دريري حروف تسمويين ايا ماشي لقد دقيا يا لقد دقيا قرآن كأداب تسسي هنا كقوين هنا كلاحتقي لقد قرأت القرآن لو أنا كلاحتقو انت أصلا لقربا نين كأصول الحرمي والله قدريو محايا لي وماشي كقاتين عالمك للي الله حرمي وعالمك سنقا لماذا حامل القرآن كأن سنقا هين لما دين الله كرامي الغالي في القرآن والجافي عنه معاني له إكرامك سماها من إكرام الله حديثك كو عدي إذا أنه ما يلاح لقا قاتي كمتا النصوص لقا قاتي وحاكلو كمدا اللوين انت كمدا وإكرام ذي السلطان وإكرام ذي السلطان أي ذي الولاية إلا كراميه ننك إمارة إيا حلك إيا مسؤولية أوها يا مسلمين المقسط عادل كي قرصورها المقسط يقال أقسط يقسط وام إذا عدل إذا عدل مركات مركات ضدك كم ما مش ما مشو نظام في عنو الدين يا لورنا يا مقسط من أقسط يقسط هدي لكن ألفت اللقوية جور بنقونا يا مقسطين بالقرآن كو أرقتين ولا أمانا يا وأما القاسطون نواد أرقتين قسط يقسط ومركا يدا إذا جار وانحرف عن العدل ويكل دوين همزة مركا همزة الصلب بالليل هذا هدي لا قارب شيخ بيكارب هدي لو هدي هدي لو قليه شيخ أي كارب تي هدي لا قويانا شيخ حن باكو فول هاي أو جور كا يا ما هاي قصد كا المقصد أي العادل هو أي العادل حديث حسن رواه أبو داود باوري واسد الشيخ طرق دور ولي حديثكم مركب حديث حسن أدوس صحيح بقى هاي صدح لاسو مركب ما موصول لكراميه ومن إكرام الله وإجلاله ولذلك طاووس بن كيسان وحورن شيري من السنة أن يوقر أربعة سنة وحاكم إذا أفر روح إلا وينيو لا قدريو العالم نك الدين تيقان كرق ما يدين تيزا وذو الشيبة هي نك عرضة له عروبي دينك كو عروبي والسلطان المقسط إيو أميرك هي مسؤولك عادلك والوالد يا والدك أفرط إن لحرميه لقدريه ومن السنة ورنشري إذن أفرط بعد صدح بها الشيء كان صومه ما حين قم قن والدك والدك نوران بعد صوم مرتين حديث بلان بمرك معناها كتمت إن تتكاسي إيه لقدريه لما موسو وحلقو قدري مذو البواء محوى وناقا ودينك أسمي نينك قرآنك حنبار سنة قرآنك لقو قدري نينك مسؤولك محلقو قدري عدلي يا وناقيسة ويلك مسلم كها عرضة كتالة لأنه وقار وقار ونور وكيل الذي حتى إن لطفه شرعة وإيديد يذكرنا إيسا أحد كوه الرئي عراء أركان نبي الله إبراهيم بأبا الله الشيغا نبي الله إبراهيم بأقوه الرئي أحد عروبه عراء أركان الله الشيغا مركوه الرئي سمرك عرضة وأركان يا ربي وحن محوها تمام دوبا لان جري حسابا عاد محوها وعلي يا إبراهيم قل يا رب زدني وقارا دقنا شو يوي اللي مو يحوى يحول قوس وقرضي إله يكر إلى باش هذا أنا وحلق على رأي زاد رين شو يقول دي أيا يلوشتو يا كي رأي كي وين لك الجرنين فذا مش هذا طال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا نقمت ترسنو نقمت ما من لم يرحم صغيرنا كايا غير روحا قدام قنون حريصنين ويعرف أن قرنين شرف كبيرنا حق كبيرنا وإيمان دونتا كوين شرفتيسا كيرن كان أن حريسنين مد كوين أن قدرين نغمات ترسانو حورن جري قتادي طاووسي جماعة من السلف تدقوا مصادح ننكو لايك ينن كاوى ينن كاير مد كاير الميرو دا شكاس وقاد أن حريسي ورن جري مد كاوين آبها يا دير كاس وقاد وقدري مثل كوليك ورالكا كسو قادو حرمي حرمي او تهجلي تهجلين باجرتا فرق با ودخيه مركا قدرينتا ايو يا نحاريست ويكل دوين تهجلين يا حريس ويكل دوين لبا كلا شي وي ليس منا نغما ترسون من لم يرحم صغيرنا كان ودن قنين
إن نحرس أنك أنا جيّر مسلم كا ويعرف شرف كبيرنا كوين مسلم كا شرفت سن آن قرن نجمت رسالة النبي قرسي أذابتي أخلاق الإسلام كسي الله إلى الله دوره وحالي لكير كان نحرس أنن ويل كأن قدرين نجمت رسانو أدان مسلمين وحياك الله شكت أنا قلنا ما إيه حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية أبو داود رواية أبو داود حكيم حق كبيرنا كبير كاس وحنقون كرا كبير في العلم صغير في السن عند سلف صالح نير وسيد وايل من الله حرم يوبا باكرا هاي الي اضوا قونت ضا اسكير لك سوى عالم دين تبو يقانا اذا دين تبو يقانا كاغف في عيا كرق مهاي وكوين هاي ومن ثم عباس بن عبد الطلب الغيري نبي محمد يا ادو كيباوي وفرصه هذا واديركي ادي نبي محمد كيباوين بالليلي وفرس قبل نماذا يقدر انت حول نبي يقول لكن انا كورد شيء الفانسية حول نبي محمد بقى يقول لكن انا كورد شيء معنى ذو ما حي السقا يقول علمي شرف نبي النمو على ابا اله اسكو قدره ويحي اللي اسكو حرمين شري السقا هاي لكن افكي يأدونك انا كهر امد هذا فوق الصحابة مرقوا ما يشي إليه مدير وحاج رأه كبير بعلمه صغير بسنه مرك كبير كالقوشي ما هون ننعر بس وحسوق لي علوم هذه يري يري طلبة العلم قيمها بطنا الدين كذا كل رقمها يبقى سوق لي وفي رواية بدو حاكوي من حق كبيرنا كيو كوين حق يسان قرانين حق وين أو قاعد سارا وكرسي في عنكم فدي وايل انا عايز فوليه ما حد ثمين هذا استاغي قل يو هابي وادو فقه خلطان قال اسك الىري فقه مقلوب او قال اسك الىل او يعيده نبي وحي ان بوسس لغما كعي روح لغما استاغو ومن احب ان يتمثل له الرجال فليتبوا مقعده من النار احاديث بيدل دور بشه تاسما تنادوا معي وان حريص كبر قدرين وايل ووحي لغو شيء أساق وينين تغوينيسي هوين يحاملا يسوق له دقاق له مرقاسة جهد تاقيس لأن حريصو تلك على الرب إلما يرع روح رعي وإن قبن نمدي إسلام نمدي الدنقشي ذلك الغو يقاني الزوماليات مسلمين تي آت إلى لسال الدونة ويقول ردي الله أركو ويل يرفع ليا أدو أضي ماد محل يجري مكعبا ليج مسمركو أركو سيك عجري أساق أقوانك سيك عجري هذا انت الذي كعل يا سبحانك عايا كرسي مالها كرات سد او شو دبا بابا هذه قدر المجرد احترام مجرو وهو لك احاديث خلل لقى فهم اي خير درك لب وجرتا قنا عاد حمو كلو سو كردي اي فان حمو وجران هذا اللي سو الالي وعن ميمون ابن ابي شبيب ابو نصر الكوفي رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله تعالى عنها مر بها سائل هو يده وحاصومري نندور سنية مر بها هو يده وحاصومري سائل توكسدي فأعطته وحيسس هو يده ننك توكسني كسرة شب كبسة كسرة عن شراء ما كبسة من روتي شبكي أي سيسي ومر بها وحاصومري هدنا مر لبعض رجل ننبى صومري عليه دوش زاي تارنتا ثياب رق رحسن بوقبا هي وهيئة شأننا كم مغضى هيئة أي حالة حسنة نرفع عنا واقبة مقالا يتشوك أهلي يقابق سعودية وابنين هيبدي يشاري كم بغض ظروفها شوحي وقيس ومر بها وحاكله صومري رجل عليه ثياب وهيئة نندر إيو شاني بكم بغض فأقعدته ويفريس وعيد لك أنا سوق كبس قعنت الله مصاري كري أدير وحيد بلالك فريس والبرهاشين وكيرا ويحور بيس قمبر بيودك تراشين بيسيس فأكل وعن فدق يقرق بكعور فقيل لها في ذلك ولا قالها الله وحال هو يوي ننها داي ما قال الله يكوينا كبيس بعد أسارت عن طو وسكتك هذا يرق روح سناي هي بدو كم غشان يقول حاتر فريسو وبلعون ما كذو حاضر مسجد سكتك واسد محل ما أكل مسكين ومسكين باهانا وباهانة ومسلمين كونوا وثور دويسي كونوا جد كسيها يباتير وحينا عن طو أسارت هي واصلة إسقابتي بيديه محلوقوا احترابا فقيل لها أقراض اللوحة في اللوقة يفاعل كي كمتاي
waxaa la diidanya ninkii soo dharriijiyey ee hooyada su-aasha weydii waa kuma haddii hadda la sheego gooni inaad usha u gelisaan ama dabagashaan baa laga yaabaa. Muhiimaddu marku waa maxay? Hooyada su-aasha in la weydiiyaa kugu filan, yaa su-aasha iska lahaayo, yaa warkaa keenaya, waxba badan ka faa'iidi maysid. Faqaalad hooyadan waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal lay slam, rasuulka ilaahi wuxuu yidhi anzilu nnaasa, dadka dhiga, anzilu nnaasa, aadamaha iyo binaadamka dhiga oo dejiya manaazilhum, ay maraatibahum, darajo nin walba darajadiisa ku qiimeeya, nin walba darajadiisa iyo qaabku idinku yimaado ku qiimeeya, manaazilhum ay maraatibahum, dadku isku mid maaha. Ilaahay baa kala fadilay caqli, cilmi, aqoon, xishood, haybad, wax badan baa u dhexeeya maraatib. anzilu nnaasa manaazilahum ay fi tacdiimi wataqdiir, xuquuqda iyo howlo laga simanyo dadka laga simaa jiro baabulcadli oo gooni ah, hadda ina aan ka soo shanqariyey ta laga hadlay waa maxay? Waa wixii ixtiraam iyo qadarin maamuus ku saabsan way kala duwan yihiin. Nimaan inaad gacanta wax u saarto iska socon yeelin wax ugu xurmad ruwarki baa jira warkoob shaabaanku haddaad isiisa banaanka ifadhiisi wakuliya hoos galabeedka ah banaankaas ma fadhiisan kare kuna hawsha hawlu talaa maaha. Wixii lagu turba kolay kuridan waa sii ordaaya fadhiha wax kamaba gaaraba shaqaabaa ka dhumaysaba guryo badan buu sii mari lahaaba. anzilu nnaasa manaazilahum, marka waxay tidhi nin nin isku ordayuu ahaa oo wixii gacanta loo saaraba lasii dhaqaaqahayo, nin nin waayeela oo shani ka muuqdo oo xushood ka muuqda laakiin baahi un ay qabatay duruufu waa cadowe dana waa seetee, marka hawsha inaan kala qaada taasaa keentay. Nabigaana ugula dardaarmayo dadku isku mid meeni walba nin walba wuxuu mudan yahay meeqankiisa la mara. Rawa Abu Daud baa xadiidka wariyey, laakiin qaala Abu Daud wuxuu yidhi Maymuun ibn Abi Shabiib Al-Kufi lam yudrik Caaishata, Caaisha muusan soo gaarin, lam yudrik Caaishata, wuxuu ka wada ninka la yidhaahdo Abu Daud lama kulmin Caaisha nool wuu ku soo gaaray. Culimmada hadalkeedu walfaqiihu yata'amalu kalaama alculamaa'i fayadacu kalaama mawdicahu, ma aha ninka caalimka hadalkiisa waxaa rabaa inaad fiiriso oo meeshuu qaban kara aad dhigto. Ninkan Mughiira ibn Shucbu soo gaaray oo axaadiis ka wariyaa Caaishana Mughiira iyadaa ka hor iyadaa hee kadib ka dambeyso Mughiira ka hor dhintay, Mughiira hee ayaa ka hor dhintay Mughiira iyo Caaisha ka horreeyay buu ninka soo gaaray, ba Caaishada dambeysa ma soo gaarin, wuxuu ka wada imaamku lama kulmin, lam yudrik ay lam yalqa, lam yalqa biha buu ujeedaa. Waqad dhakarahu Muslim, Muslim baana xadiidka wariyey ragga lagu dilay waqacatul jamaajim, wa ninkan Maymuun ibn Abi Shabiib ragga quraada ah ee fuqaada ay la dagaalamay dowladii reer Banu Umayya Cabdulmalik iyo dhaalimkii faajirka ee kaafirka ee Xajaaj ee raggii ku baxay culimmada la dagaalantay buu ku jiray, halkaas ku shiiday lagu dilay muqacatul jamaajim, ku shiiday buu ahaa Maymuun. waqad dhakarahu Muslim, Muslim baa xadiidka sheegay fi awali saxiixihi, saxiix Muslim muqaddimadu ku sheegay tacliiqan asagoon sanadkiisii aan dhammaystirin, oo wuxuu faqaala Muslim wuxuu yidhi wadukira, waxaa laga wariyaa can Caaisha laga sheegaa radiallahu tacaala canha qaaladu inay jiri amarana rasuulullah, rasuulka ilaahi wuxuu na faray an nunzila nnaasa, an nunzila nnaasa manaazilahum, dadka inaan aan dhigno mid walba meeshuu ilaahay dhigay aan dhigno. Kadib buu tacliiqo wuxuu yidhi cadli iyo xaq maaha in ninkii sareeyey booska kii hooseeyey la geeyo, kii hooseeyeyna booska kii sare la geeyo, kii xaafidka mutqinka lala sima kii saduuqa xasan xadiidka, daciifkii mutruga in lala sima ninkii xoogow mastuurka ah. Hawshiba aada u sharxay Muslim muqaddimada, waynu soo marteen inuu xadiidkan Muslim ku sheego muqaddimada xadiidiga istilaaxiga aada u qiimo badan baa laftirkeedu. Waa maxay xadiidku quweynaya mucallaq ha noqdo, siiqatu tamriid ha ku sheego, laakiin inuu Muslim baabka ku sheego oo istishaasadaa wax weyna cinda ahli lcilm. Wadakarahu lxaakim, xaakim baa xadiidka sheegay Abu Cabdillaahi fii kitaabi macrifati culum xadiid buu ku sheegay, wa qaala wuxuuna yidhi huwa xadiidun saxiix, xadiid saxiixa wayuu yidhi macnuhu xadiidku ka hadlahayo idaa jaa'akum kariimu qawmin fa akrimuu, xadiidka dhowrkeed ku timid nin kariimu qawmin fa akrimuu, haddii qoys nimay maamuus hayaan oo xoogow magac iyo qadarin meeqaan u hayaan idiin yimaado, nabigu maamuusuu yidhi min baabi alawla, bal ka warna kii ilaahay agtiisa qadarkii meeqaanka ku lahaa idaa aataakum kariimu qawmin,
qoli ayuu karaamo aan lahayn odaygu u roon xogo ilay ninka waa ka odayga annagi waa ka nabadoonka ayagi waa ka odayga annagi nabi wuxuu yidhi hala maamuus maadaama ayagu waaqtooda meeqaan kaliyahay yaan ayaga lala simin cinda allaahi ninka ka meeqaan kulaha ka warren kariimka ka ahaa culummadii xamalatul qur'aankii aalu khayrkii ashraafti aalu beyti rasuulillaahi idan dadkii kuramada cinda allaahi ka sii daran wey halkaasi culummadu marayeen xadiidku marka baabka unbuu ku yimid xadiidku marka sida raajaca waa xadiid xasana waa inaga kaga hadala sunanka xadiid xasana weeye طريقاً هذا انقطاع بالوع اللي هي انقطاع الوع اللي وذلك ميمون بن شبيب سيدة راجعة وصالح الحديث سيدة أبو حاتم الرازي قول شيئا وانين صدوق صالح الحديث انقطاع بينه وبين عائشة أمبال الشيقة وقال وحيد عائشة مكسو قاني وسوقر ودقال باكفرا مثال إجمعية ما ولو سوقر وانا كور ياب إلي محايا إلي ولو قل يا إلزامين ينو على شرط صحيح على شرط مسلم وياه لأن مسلم حقوق أفطوما معاصره يوقف توما لقاء ما شرطيه سيدنا بن قوتي طريق لبعض حديث كولي عن من عائشه عن عمر بن مخراق عن عائشه جرو اسنا انقطع كجرو لبدا طريق واسو ولي ما كلا تغو شواهد فربدن بحث كوليه وحديث جابر با معناه كيمد حديث معاذ بن جبل با كيمد حديث علي بن ابي طالب با كيمد وحديث ابن عمر با كيمد ولذلك حديث كان خرجه ابن خزيمة في صحيح في كتاب السياسة كتاب السياسة اللي يلاده وابن خزيمة كتاب صحيح قيب كميدة أيو كشيغي ابن خزيمة كتاب جوح لغاهي رمال أرتم وحي روي وقتين ولي مفقود بدن كي لما هاي إذن ابن خزيمة هو صحيح يا لي سيدو كالي نك اللي يلاده حاكم نصحاهه كتاب كيسا مصدر قا معرفة علمة لبدا وكو صحيح يا له سخاوي بحث دير بكتاب حديثك كله هاي المقاصد الحسنة وكل تخريجية طرق ديشة شوائد ازدباد دي كتاب كيسي لورنج ري الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ الإسلام من حجر نمجلد كوبات صفحة كونتانية شراط لقب الله بحث دير بكله وحنكوك بقبي وبالجملة فالحديث فحديث عائشة حسن حيث عائشة ما كشوائد ديسة يطرق سلا في ريال بضاء وحديث سقوموه الإمام النووي ابن الصلاح مقدمة إزائيو ميلا كلاب أصنا ووحو جاهدك وصحيح بيدا وصح عند رسول الله من حديث عائشة انتو يدادو ولي بأسوك الشيخ النووي ابن الصلاح حاكم ابن خزيمة هي وذاتك اللي يدادو سخاوي انتو بالكاسي مريان رأيك أيوة يقبان بانا ياد مدائنة هوشو راجحتها دي لقالي هل طريق ضعيف لكن حديثك بمجموع طريقيه وبشواهده حسن انه كسر اياد مودا اصولنا ووافق سنيهاي انزلوا الناس منازله اذا هذا سال لي ادونك وفساد يا نول با ميقان كيس يا مغعيس يا تايتل كيس وانا تيسان كو حرمي كو قدرسا اما تاليفا اما تحقيقا وعن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قدم عيينة بن حسن الفزاري وان صبر حديث كان باب الصبر بنو كسومري باب الصبر اي نو كسومري عيينة بن حسن الفزاري واتقرنا إذا وحو أها قوليه ريبني فزاري ربك بطناب آنين إسكير قلف سن أسل كيسي هوري أو ريمية أولو ريمية كسي قلف سن بوها حلو قال كان مسلمين تواعد دبي واجد دمبر وكي إسلامي يوم فتح مكة إسلاما دقال كحنين يا طائف وكي كقايب قالي نبي أمركو قري عليه الصلاة والسلام دكي ردوبي كبيرة وردوبي طليحة الأسد عيدا كيس أبو كبيري ضد المسلمين تكلا جاب شيء اللي بدن كيسيبوها وأقدم الصحابة من طيعة كيستين أي قال لي تبيين مرتدين فرقة عن أوغوش وبين أسوق محبوس والله يو تشاب بيسون ولا بدي بلو حرام بالله كان أبو بكر الصديق وحنا نبي أوكي سنشر اللي بانا ووغا وحوا وقال كم مدة أوكي سنة ووغا دور صلاة صو إسلام هذا الدين تبو كبعي نيك سنة كسيدة صو إسلامي صدق كويتنا بلوجز قالوا بي مقص من لا تشوي لا بس نية وحية رات كذا وقيان أبو بكر مرك نيم بكتر في سوحة لين كان خير كم أصبح أبو بكر الدل بعدين ما عفني قرت كوب أبو بكر وسك سيد داي بعد ما تذكر النسلان كان فعي يوحون لوجب بحصدوا النقض وذا تكوي سحابه قدم عيانة من حسن الفزاري بأصوات قال يوحوي مدينه يمد فنزل وحوكود دقي
على ابن أخيه ويلكو أديركو أها ويلكي ويلكيس ويلو أديرو يا وي الحر بن قيس اللي يدادو الحر بن قيس إنه الصحابي هاي بقى اللو بدأي إنه الصحابي هاي يا اللو بدأي لابتركيس وكان حر وحو أها حر بن قيس من النفر كحد بكتر سنة الذين كحد أسو يدنيهم عمر عمر أسود ويؤو لتشده رضي الله تعالى عنه وكان القراء نمنكو قرآن كي يقان وحي أهاي أصحاب مجلس عمر عمر فدقي سي يجيت كيسو دت كيسي أهاي جيتك عمر فريستو يقلوه فريستو دتك فريستي لطالي كأقدا وحي أهاي دتك قرآن كي يقان دتك قرآن كي يقان إنه ننكي تلقى بطيه مسؤول نقضي كأقدا وهذا انت قيشه اي خمره عبته اي موريانته اي توغته اي امضه اسكو ديره اي وحفن دعيليه امتحانك اتوغ شغور يقيق بابا كاوري ماني اي وحل قران واي وفير صدر يبقى ينهيستان وكان القراء اي علماء حملة كتاب الله العاملون بكتاب الله وحي اهين اصحاب مجلس عمر عمر فديجيسا إيو قوليهيسا دتكي سي أهايين دتك قولها فديا مجيد كافديا وحي أهايين عمر أفديو دتك قرآن كي يقان إيو مشاورة دتك الله تشهدو لتلياشيسا كحيقين ديسا وحلقة بتا دينا قرآن يقان الدين تي يقان وكل رقم هاي حكم كي سي يقان حكم سي يقان وكو أنفع هاي أذبو كو أنفع دخل دوك توسين دي آيدو كو يستاتو كل رقبا هدي حكم آدو سهويدو كصحي ولا لقى فائدة علمي وحيدا صومالي يا رب صعد كيكون في عين واجي سياري سنجري وي واجي سياري سنجري معي هذا علمي يا رب صعد كيكون في عين رب كنت نيروبي كب الله وقارس مرؤو الكاي وجر كش ومديره كل فطو هدران نقض الى بري هصعد هذول لكن مالوس كفرست ماشي انت لوسو جورو اولس كوي ما درافك لو قاضاها هدي لك اوصل اني والله مش اسكو درغا يا متى مسما وذات كن وحيد ان صعدك كو في علوم صعدك كو في عنته ريكو سي مره ميد او فتو زكدا صاوب بخيه اسلام كو طفو اي لي ريكو طفي تعلب لو دق جري اي زو ودا اي ميد حقوق لو بردين هيا وا هور لو خوا لا بردين جري يا ميد او غر او قادو ميد ديق اسكو هيستا وداد و خنبي و خنبا لا فايده سيارة الله تركيه دو واقع هيركا قدق مجرد الله تركيه دو مسالين موقتا واقع سيارة دي دين اللي أنا قو سيارة دان مانا دينا هذا ميد بان دينا قرش حميد ميد قرش حميد بان دينا سوطا ما قرن إيسان تي دول ميق هيد بان دينا هيد وحادة بحن وعركا سود من هيا وحادة يلين كان انسمين هيا أما توقسيقا هيد توقسيقا هيد وحا كينا وبكاحو لبدايا صدح الميسي وهو حريصاً مقاصو دقائق انتو قل عيسى قاتو سلي عيسى قاتو حر دور حيسو دقائق هيا انتو هو حريص انك انك بدن بالله ايمان انت توكسي بعي هذا دي لكن وذا الوح لو حرمي ولو قر تميا انو جديدنا لا بس يا ركلا قاضي سياره خريبان يو متوسم باشرتا المهم قبيله دي قبيله كلا قاضي ان بدن نوايد يدي وركان يالله اسكو خلدين كهولا قرمدو نقدينا كانوا أو شبان عمر دلن يرم ملا ينقدينا نينك قرآن كي يقان عالم كا عمر فردي قيسي وقوله سي لغا مواهي چرين لا تليا هان لغا مواهي اما نين قرمدو هان نقدو ودلن يرى نين دحادة اما دلن يرى قرآن كمركا براتان نقد كهولا كانوا أو شبان فقال عيينة لابن أخيه وحيكو عيينة ويلكو أدير كواها يا ابن أخي أدير لك وجه ميقاني وجه بتقول هذا هاي عند هذا الامير امير كاكتيسا امير عمر بقوة ذا عمر هو تكف عن تيمبور ضد بالوغ على دواغ نجيت بالوغ على وي اما قد با امحان سمايا فاستاذن لي عليه اذا ايه السوقات ايه بلمي ما لا نو ايه هذا عمر فاستاذن حر بن قيس با سيدنا عمر اذا ويدي سوي قضيه هذا يركيا يا الربا انه كوي ما دب الوقت ايه قبل فأذن له عمر عمر بوفز يؤيد مهريك ينحل لك أسقى فلما دخل مركو أذيك السوق علي عيال بن حسن السلام عليكم ملا يا أمير المؤمنين حتى محل قبر يملا
subax wanaagsan tii qoliyi fajarida dhig jireen malaha ee salaanta lagu baabiin jiray subax wanaagsan habeen wanaagsan subax nuur ya subax al he subax al khair wa salaanta majusta iska ilaaliya subax nuur ya subax al khair asal xagga soo jeeda wa salaanta majusta iska qoliyi dabka cabida asal iska laan jiray arabtuna way qaatay idinkana way idin soo dhumatay لأن يقع قبى صباح النور صباح الخير إله الظلم وإله النور إله الشر وإله الخير لبدا قيبوده كلوذين بهوست إدين سجلية إذن سلام ملها قدر ملها وحو تيتلو إلى المجر فقال وحو المكو سأوصف فلما دخل قال وحو عيين هي ابن الخطاب هي وهفنها يابا وهفنها يبوحة هي ابن الخطاب يا ابن الخطاب هي ومعنى ومحي xule waxa weeye walle waa goodi wey waa kelima lagu goodiyo waa eray hanjabaad macnaha si xambaarsan tahay yaa wariyahay maaha wariyaha waa yuusalan tahay wariyaha waa hooyar yoy fuuday waa baalka culus wey wey waa inaad tiraado kale wey waa nin hifanayo buuxa qoli reebay dhabay bayba ayaa iska la eriyaa lagu hifto soomaalinimada ugu khatarsan ee marka la hanjabaayo erayaha ayaga iska leh khiiq do soo garan maysan hala weydiyo qoli reebay dhabay reebay bayba kool awla ayaa ku fiican yabna al-khattab ina khattabu umru malaha ya amir al-mu'min malaha yabna akhi hatta wa gobanima malaha il umru ka wayoday guu fa wallahi ilahi baan ku dhaartay xulu ma tuqtiina namasis aljazla wax weyn jazliga asalkiisa waxa la yiraa xaabada weyn ee la soo qaado marka xaabada aad bixi garabka ilaa gacanta bixisatood la kacdaya jazliga asalkiisa la yiraahda waxayna marka kinaaya sarabib ka tahay xoolo badan oo gacanta ka bixisana iyo xagasha oo qaado isu nabiga noo siin jiray namasis sidoo weyn hawsha nabi maxamed uu ku maray ninkan cuyeyna uu ku maray xoolihi laga soo qaaday reer daif iyo reer thaqif laga jabiyay waa dadkii loo bixiyay golla صدح بقول هلاد مالك النبي سياسه بقول اسو كنتغاز النبي الله ويغو يرتي ميد لباد بوغو دوري بقول نينكلو اوغاز اوغو ديبي مركه صدح بقول نينكي ميل اير قلب اسكا كخيسن جيري يا سيدنا عمر اسو استاغو وحول حتى مؤلفه ما اوغليبا حولن اسلامك وخ مؤلفه لي انو ما اوغليبا اسلامك مانته احد او باهين ما جيرو نينكان او باهنين سيف تقنبو سيدنا عمر هوله مركه هو قاد انك خوغ واير من قلاي مركه خوله فوالله الله كو دما تعطينا النمسيس الجزل حول بدل النمسيس ولا تحكم فينا بالعدل تنا او درن تو عمر كو كلاتن وي ولا تحكم نغو حكمت فينا انك هدان مسلمين نهي بالعدل قرصوري عداله قال الاسلام بس كان مراد عمر انه عادل قال لي اسلام امنكم الدراسيين سيرديسي كتبتيسي قرالديسي دقنكيسي مملكيسي فغضب عمر با عروضي رضي الله تعالى عنه حتى هم الى الدمعي والضوني ان يوقع به انو نبر كدفته اسغا ان يوقع به انو بركه حشريوي انو غراعه ان يوقع به الالم او الضربه انو اد بيه تاديب حق بنقول عمر كو قرانك سؤال بدنا بغراع جري نينكن عراتم هي عمر بيو ما كبدين فقال له الحرمك أركين عمر كل هذا ويلك رأي قيمها بدنا أياك لقبتين لبدي وايل يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وحوري إن الله تعالى قال للنبي إله الله وين النبي يسوح كيلي خذ العفو عفسك قاضو عفسك قاضو يعني عفسك مدى السهل الله بقى الرموت تفضل قاضو قد يعني أتكع في دي إن لي إدبي الله بضو يكون برنانت تسهلا وإن أتكع في ذا قاضو العفو أي ما عفا من أعمال الناس وأفعالهم العفو أما عفد قاضي وأمر بالعرف وناقنا ضد كفر يا سماها اللقوي النبي محمد وأعرض عن الجاهلين تقوم مضى يدب الله لنا كتش يسوس كعف هل حسابته من هكا تعصي قاضي وأعرض عن الجاهلين كوا دقن كحوي ما أكوا أقوان دارد لكم وحاجة إننا أقول له لكن سخل دن أدقمة وييل دن يرياجرة وييل دن يرياجرة وحن way dadku kula yaabi oo ciraba kugu tala waxa tii waa max oo culuma watay waxa ka soo dad ba jira on darajadiisa iyo meeqankiisa iyo waxa ka soo bixis ku qiyaasnay waa arid ka jeeso iska caafi oo ka indha laab cangil jahe kuwa marinka xun ee waxan ku qabana kula soo maaga hadii suubani sida lagu yiri sayidina umarow wuxuu wa in hada odaygan adeerkayana meel jahiliina
odayga aan arkayna erceebad baa ku taalla bu erceebad baa ku taalla iska cafi wallahi allah ku dhaartay maa jaawazaha cumaru cumar muusan tallaabi ibn cabaas baa odhanay maa jaawazaha aayaddii iyo waanadii wiilka xurra ibn qays uu sheegay cumar muusan tallaabin xiina waqtigii talaaha uu akhriyay xurra ibn qays aayadda calayhi calaa cumar وكان عمر وحوا وقافا من جوكس بدر كو استاغون دافين ان كتلابسنين عند كتاب الله تعالى ايض مترها بس كتر وان انت المسلم انت صلى الله عمر بس ما مسلم انت ربي واجب كتا كتاب كايدها الله يدها بس مركي حقوق دن لي وين يقربان ان لو حكومه مساله انت سو حورامان هوستا ودا كسو ويديستان اي اوغادان اي سو غرلي وخدي كلا بخ كتاب قبا بقوله كتاب كلاه نجيه kala baxay kitabka qaba markuu wuxuu og yahay laga xukumeen wuxuu dhig bal sulh ba jiray wa sulh sayyidul ahkam wa sulh khayr nawal la yiri bal xaqqa kale sulhiga warroome hawla kale xeer nawa jiraa wa imtixaan oo dhamaayn in boodusha laga hayo oo qaanu madbabiya wa kana umar wa qafan mid istaag badan joogsi badan ku dhaqma inda kitab ay inda ayati kitabillah kitabka la aayadiisa xukumkiisa ahkamillah iyo suku istaag jiray macluushaad kuwa maxay in culumada la qadariyo la xurmeeyo la soo dhaweeyo lala tashado golahaad fadhin iyo geedkaad ka talin iyo meeshaad ka hadliba culumo laga dhigo sayidina cumar muxuu yidhi golihiisa iyo la taligiisa iyo waxa waxay ahaayeen quraaday ahaayeen macluushaadku u keensaday xadiidku waa intaas wa an abi sa'id samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu qaal لقد كنت وحان ابر على عهد رسول الله حلق النبي محمد غلاما ان دل يرانا غلام لباتي كو سنو جنب النبي دبني نير ما هي يحو جيدا صحابه كا ويرين فربدان لقد كنت وحان على عهد رسول الله حلق النبي محمد غلاما كور النقف فان اها لباتن جر فكنت احفظ عنه نبي وحان وحان ميد كا قبت احاديث فربدان فكنت احفظ عنه احاديث بان كا قوان جرى ايسن غير كي كا قوانين او انا ود دل يرانا هي نبي وا اك جوغا حفظك مسكحي يوسف عم بقول شقينا أحاديث يرنا موري سحابه أصوي حفظي بضنا عرف ما يمنعني يمد يدي تشرين من القول أي من التحديث والرواية حديث إن أنتبيه وأن تابعين تؤتبيه أو أصحاب ذا أنا مغني أشعر يمد يدي تشرين إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني احترام كفر رقو حاجة وميلا أن شوغ يقد أوين هو يلا أيها الحرمين يبور نبي محمد بان كم بقل أنا الله بتنجرة نا الشقر يتمنجرة وحديد دل دل ويلدنا أمزين حقوق حرمة الدر كارك سحابي حقوق قدرين الآن بقدرين فما يمنعني إيمد ديدي دي جرى أما إيمد ديدي دي من القول أي من التحديث بما حفظت عن رسول الله إن أنتك أشي يقول أنت بيقول حنبي عن كقبتي إلا أن ها هنا ماشى وحاج شو جيب ولا أما هل قدام النور رجالا رقهم أيقوا بأسنو كده أوين مني أنا كده أوين متفق عليه ولذلك فقد وعد اهل الحديث ومن السنه هذا انت هذا حليسته او حريسته حديث بان صوريزو ما كانت سو نقطه غوبته او تيمادا نيمان دقي ايغون علم ان يقال لكن هذا دونت ان علم قد صبرت حديث كان انا اقون وان لو حرمه لو قدري من السنه وحكمه الا تحدث وفي المجلس من هو اكبر او اسن منك ومن السنه أنه هذا أقوان كلا بوبي نابا ما تشرتو نو البحور بأينو موتيو أودي سي حفظي سي الدرين كي سي انتو ألابسو أخري انتو ملفيري يو ساسو باشو أكرا طورا هيا وذات كي سكحو شو دي اسكا دي يستنى حلو أركا ينو يهاي جاهل حبا أنقرنين حبا أنصو برنين أنصو أخري سنين وركي يدين وركي ريكان يكو هذا الله مركا نيها درور يمنا وانين أخرس له اسكيل عليه وجه هذا حرم الدرهذا عاوي عاوي افلحد ايو اي علم وبرشيد وكل دوين اداب لو باي متفق عليه علماء مركو خيل هذان قضيتاس وهي خاص كو تهي بي ودا شيغين حديثك حديثك يا قرانك علمك وحيك حسابك للدنيا نول بو خدل دلك هذا دلو ان مركو حرم ما يسن لهاين حسابه إن جغرافك إن ساينس إن تاريخ إن واحد قاي زاني نحو ذي وحاس ودن أبو هذا تقارن كوكاوي نوتشو ودل دل واحد شيء ما ده فائدة هوش جبر نمد يكلا ضمبين تا ربط وحاو ويس حرمين تا وعلم كتاب الله وسنة رسوله هل قاسي وذا ده ضمبش شيئين
لكن أنا تفصيل كاس ومبوين علمي وعلمي قدرنا وقدرنوي مركا ديبا كتابك إلهي يسمنا لسكو قدرنا أيوه هذو كاوين نين كاوين شوغا غادي قاعد حقوي نحشو تلقاك باهي كان كلابا قدرنب كان قدرنب في أمانة لها أمد الجارسية الليدي بلغ عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ليدي هدي ولا سكو حرميني كي كلام حال مداوي إذن احترامك يقدر أنت مرنا بيان لقدتك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حجيري ما أكرم شاب من دائر مما مصمى كرامي شيخا وايل لسني دائر سأوجد من اللي يرى دائر محرم يوم ما قدرين وايل وكد أوين أسوأ قدرين الدائر درته وانضنك الآن كلاهي إلا أرض من اللي يرى هذا سيدا سمي وقرد أمر رقن كدكتو قيض الله له ربي أسهلا قيض الله أي سبب الله له وقيدنا لهم قرناء كلوي ربي قدره أسهلا أو نكا وافتيا من يكرمه روح كرامي وقدرية عند السن مركو وايل هدي نين اللي يرى وايل لذا كرامي وقدرية وما مصوح حرمي سو أحرمي الدأدو ذا أين يقو ذا تن عرضا كتا الله وكرامي إلهي با أسوه مركو وايل ودقو نقضه للي يرى مرأي وقدري سو حرمي سو أسهلي وقدري أفضليني بعد سلف وحيدين dalin yaradu waxaan ku garanaa inay cimri doonaan oo ay da gaari doonaan qaabkay waayelka loo dhaqmaan jumaa maasila baadun jiray hadaan ninka dhalinyarada aan aragnay dheen asagoo waayelada muslimiinta xurmeyn oo qadarin oo u adeeg oo u khidmeyn oo maamusa waxaan dhigi jiray midkaani kulli waa cimri doonaa tu cimriyo wuxuu gaari doonaa xilli asagoo loo khidmeyo la karaameeyo bay oran jiray غزال وحلوة من تجابية وصاصة نقطتها وش إحياء جيسو كشيغا صاصة نقطتها وحبا الله الله قمضا وحاكو كأبوري إن وايل كمسلمين اللي قدرين واي ونكا لن يرضى حرمين واي وايل كي يدد كمسلمين الدادة رأو الترمذي الترمذي حديث كان وريه وقال حديث غريب حديث غريب بعض النسخ حديث حسن غريب باكو تمد سيوط جامع صغير كيزا علامة حسن بوصاري حديث كان حالات حسن أيو صارة وذاتك تحقيقين كتاب كله الطيوريات أجزاء حديثك أي مجلد كوبات صدع بقول صدع نيشن يا مجلد كأفراد بقول صد كون صدع بقول كونتني يا أفر لبضع ميلود بوحولي وحديث حسنة بطرق وشواهده تخريج دير بكتشري شواهد فربضان ديبها الله في رواد فيرين كرتان انت أمرك أنه كتك أنه قيبت إن لكراميو ويلد المسلمين شوائد فربضان بيليه لكن وعدك أن كصابسا ننك ويل أكرامي الدأديسة إلهي وحيوسها لامرك ويل أحسن أكراميو ما مصوق الدريو حرمية شوائد وذاتك الشيخ وحبتك كما تشرو وأنا أخري ميلو الشيخ رقمك بقولي أفر وكثير إنك تنهد رقم هان الطيورية كتابك الأورنجري أما مجلد هام مجلد كوبات بقول صدنيشن أما مجلد كأفراد كن صدح بول كنت أفراد كثيرين كرتان ورك سيوطي ما سيتور بضنو ننك كجر حديد كحوغو وحالا نين لي هذا يزيد بن بيان يزيد بن بيان المعلم العقيلي وأن ضعيف سيد الراجحة الشيخ يسا أبو الرحال أبو الرحال أبو الرجال ما أبو الرحال أبو الرحال عفوا ومدح يسلي محمد بن خالد محمد بن خالد اللي هذا أبو خالد والغنى نسايس نوى مجول الحال أسوى تابعي وأنس بحقق قاطايا ولا سعوتين كرا ننك أفدا يعني كل ضعيف يحوي ويزيد من بيان المعلم العقيلي العقيلي إذا نوى محوك يعني وأسوى السويل مقدم حديث ضعيف كوكين ماي نوى جمهور الله سعودا والعمل بالحديث الضعيف احتياطا ومذهب السلف الصالح وركم ميراه لأنكو قرقون إسكتشوشية العمل بالحديث الضعيف احتياطا وعمل ومذهب السلف الصالح حديث ضعيف كا حكم قصق منه حكم قصق منه لا استحبابا ولا كراهة ولا وجوب ولا حرمة كما سوينه لكن شيء اصل دينتين شيكتي ايوك علي سينيا امو كابتشن وكاعين امو كنت علي سون وخير وانا بقول شيء واتقول رقمي ما حد كفايدي أجر بات كفايد
waayeelka in la xurmeeyo la qadariyo. Soo diintu kama hadlin. Haddaad waayeelkii qadariso xurmeyso, madiintii waad ku tumatay. Xaggana iska quudarayso oo iska rajayso ilaahay in sidaad kaa u xurmeyso adiguna hadhow makad weysho lagu xurmeeyo. Hal jazaa lixsaani ila lixsaan. الجزاء من جنس العمل شواهد فربضان قواعد فربضان توفر سيوط واسقو ذكوا حسن محقق وإذن الشيخ نينك ضعيفني إلا ذنبك ضعيفني أه يزيد من بيان المعلم العقيل أنه ضعيف عند أهل الحديث حديث كنوا مشهور من طريقي طريق كلانا ملها شواهد كلانا وحكا هذا شواهدات كالشيخي إكرام كوايل كي حرمين تسي قدرين تس أما وعد كان أه صهدات يشساس الويل دون هذا شواهد الشيخ ميسن كؤمنين قعيد بكلي منوع اعتماد أهيد العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب احتياطا ومذهب السلف السلف وهو الصواب وهو الصواب بخاري بقول الشيخ صحيح عيسى وحديث أنس أصح وفي رواية أسند وحديث جرهد أحوط بوري تاريخ ديسا أوسط كي كبير كما يحكوش حديث كجردون ضعيف يعني لكن وحيي من حيث السنة حديث كأنس أيا صحيحة إبو يدو كصاب سنة فولين كبنين تيسا كصاب سنة ما قلنا بيقول دقاء لم يأرورت خيبر وكوك الله حديث كالشيقي وعوري هلا قري هلا أسطرانا أحواطو إن لقول رقم أساقا مضم بكو يلي وفرزا هذا أبو زرعة سيدا يلي علي المديني با يلي أبو حاتم الرازي وكيعي رجل رمبا سدا سيقبان العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب احتياطا وعمل السلف الصالح حديث كم حنوس كردي باب كردنا إلى بدها بين سوس إلى حديث كتميت معنا كميد بكاه الله فلقى إلهنا إسكر رجع ويلكنا حرمة أجرنا واتكيلي هدو مركاد ويشين لقو حرمينا ويبضان تاي ويانا رجعنا إن شاء الله تعالى نال الجزاء من جنس العمل والله سبحانه وتعالى عليه.